عليكم بونجور تري فيت مرحبا بكم في حلقه جديده من فلاي مي تو راشا. هذه الحلقه اللي من خلالها غادي نتعرفوا على الاطباق الروسيه الشهيره، غنتعرفوا كذلك على عائله روسيه اللي غتستقبلنا عندها. بدي اياكم تحسوا بكل محتوى انتم عم تعملوه وانتم عم تفرموا او انتم عم تحضروا هالاكل اللذيذه. سلطة اسمها فينيغريت، دونك نتعرفوا على هذه السلطه. اوكي طيب. شواندر كلياته مسلوق ويل دان، ما لازم يكون مسلوق للاخر مشان نحافظ على طول على القيم الغذائيه لكل محتوى عم نجهز فيه السلطه. بس الاخضر المفرمه ناعم. هلا نحن زيت عادي، بهار، وخل، مخلة السلطة، وهيك سلطتنا جاهزة وصحتين وهنا. تويا ندوق. بنينة، الله يعطيك الصحة. سهلا. شكرا لك شيف جعفر. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بروسيا. بونجور مسيو ديمتري، تو دابور ميرسي دو نوز اكويير شي فو افيك فوتر في. بوريي فو فو بريزونتي اي نو دير كيسكو فو الي نو بريباري اوجوردي. بون جو مابيل ديمتري، جو سوي روس، جو فو بريزونت ما في ليزا، اي اوجوردي اون فو بريباري لو بلا كي تري كوني دون لو موند انتيي، سي بوف ستروغونوف. Pour moi, c'est les souvenirs de l'époque soviétique quand on se préparait bœuf stroganoff avec la viande assez dure. Et c'était autrement qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire quelque chose très très vite et très très bon. Et maintenant, je vais ajouter smetana. C'est comme crème fraîche, mais en Russie, ça n'existe que smetana. Et en France, ça n'existe que crème fraîche. Voilà, c'est prêt. Ça ne prit que 10 minutes. Et on va goûter ce plat. Et soyez les bienvenus en Russie. Dobro pozdravit v Rossiyu. شكرا لضيوفنا اللي اليوم عرفونا بالاطباق الروسيه الشهيره، نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفات، اما احنا نتلاقاو على الفيسبوك الصفحه الرسميه للخطوط الملكيه المغربيه، وما تنساوش تابوناو باش ما تفوتكم حتى شي مرحله من فلاي مي تو راشا. باكا.